تنتشر ببلاية الجنوب يحتوي قطر تعززت مرة أخرى التكنولوجيا الحديثة وحلول المناخ الذكي المحلية والأجنبية. أتشرف بالحضور معكم في هذه المناسبة الطيبة لتثمين التعاون الثنائي الجزائري القطري، والذي ستكون إحدى ثمراته للانطلاق الفعلي لإشغال إنجاز مشروع ضخم في مجال الزراعة وإنتاج الحليب في واحدة من أهم مناطق جنوبنا الكبير. كما يسعد الوزارة المالية كذلك أن تحتضن بهذه المناسبة مراسيم توقيع اتفاقية الإطار الممضاد بين الشركة القطرية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم 14 أفريل 2024 لإدماج إنتاج حليب الرضا، توقيع على مذكرة التفاهم لإنتاج مركب متكامل لإنتاج حليب الأطفال رضع بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والشركة القطرية بلدنا للتجارة والاستثمار. ويتمثل مشروع اليوم والذي تقوم بتجسيده شركة بلدنا القطرية بشركة مع الصندوق الوطني للاستثمار في إقامة منظومة إنتاجية متكاملة لزراعة الأعلاف والحبوب، وبصفة أخص في إنتاج الحليب المجفف وكذا الألبان واللحوم الأبقار بتكلفة 3.5 مليار دولار، والذي يتربع على مساحة إجمالية قدرها 117 هكتار. وتكمن أهمية وحساسية المشروع في أثره المباشر على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الحليب المجفف، حيث سيمكن من تخفيض فاتورة الاستيراد هذه المادة الأساسية ب 50%، بالإضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء وخلق أكثر من 5000 منصب عمل مباشر في المنطقة.